السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي عم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على العطال يوسف عطال، وين تكلم عليه زيدان. انا ما نكذبش عليكم، والله ما ماشي مشاني مأمنها. انتما عبد السلام، هذا عبد السلام خويا هو من بليدة، وين قال لي عطال، وعلى مشاك باغي تهدر على عطال، ما تبغيش عطال يا ودي مشي ما نبغي. هذا ما زال تنسي انا شو عبد السلام خويا، وقلت لك وقلت لي صح دير فيديو، قلت لي في خاطري دير فيديو، ندير فيديو ما كاش مشكل. قلت لك ناس الناس يجيبوا طاب طهره زيدان، هدر على صلاح، هدر على محرز، هدر شكاين ما زلنا ما شناهمش في اللي كنا ولينا نهضروا ولينا حشموا على روحنا. وكاين ناس ماذا بهم جوجل يطلق مواقع تطلق، وهما هذوك المواقع تاع هذوك المواقع اللي يهضروا هذو فانيك بيتروا يدخلوا دراهم، وهذو تاع اليوتيوب اللي جزائريين باش في الخارج باش يدخلوا دراهم وصايك. هذا مكان اشتا البارح بعشيه وارسلتها لك، قلت لك عليك صاحبك بيروح للرياض، ارسلتها لك انا اللي ارسلتها لهذا عبد السلام حبيبنا هذا من بليده، ارسلتها له. من بعد عاود عيط لي قال لي على ما درتش عليه، قال لي ها راه الناس داروا عليا ودي. قلت لك الناس ماذا بيهم هكا من طاف التهويل، هذا التهويل تهويل تهويل. كما قلت لكم على بالرحمه تشيلسي بصح سمحوا لي اش قلت لكم. قلت لكم يا ودي انا راني نتبع واحد السيت تاعهم باللي تشيلسي راهم دايرين باللي يجيبوا تاع الالمان، وصح جابوا ذاك تاع الالمان. ومن بعد خرجوا الناس قال لك يا ودي رانا قلنا لكم باللي بالرحمه ما يروحش تشيلسي، وبالك يروح تشيلسي ما تنجمش تعرف. اليوم عطال زيدان هدر عليه، فانيك هدر على محرز، فانيك هدر على محرز، هدر على غلام ميكان غلام، هدر عليه، هدر على بن سبعيني، بن سبعيني فانيك في الريال، فانيك زيدان فانيك هدر عليه، بن سبعيني فانيك في الريال. الجوجل وهدر علينا قال لك كاين جزائريين كاين مصريين، قال لك لهم دايرينه على محرز وعلى راخو. محرز بصالح، محرز صالح، قال لك الناس كاين فانيك صح كيما انت تخمم باش تدخل دراهم، ناس وحده اخرين فانيك مواقع فانيك يخمموا باش يدوا دراهم. ما انت كاز با باطل صورتو في لورو، في لورو في الخليج في مصر، ناس قاعد يدوا دراهم. ابار هنا الجزائر ما دخلوش مع جوجل، ما عندناش شركات باش يدخلوا، هذا مكان ان شاء الله بربي يديروا شركات ويدخلوا اشارات وصوالح، هذا مكان. ناس هادو اللي يقارعوا جوجل كاش ما يدير صار، حنا الله ينجحه، حنا كورونا كامله وهما بيروح 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 لباريس سان جيرمان. من بعد قال لك يا اللي للاسف عطال ما بغاش يروح، هذيك هذيك كيما يقول لك مجامله. نتمناو هو بصح تشوف انت الريال طلقت اشرف حكيمي، كاين البا تخاف يروح فماك عواج مع الكرسي، عواج تخاف يروح يقعد فماك، تخاف يروح يقعد. شوف بنقول لكم كاين الريال وكاين البارسا، انا تبان لي من المستحيلات السبعه، من المستحيلات السبعه اشرف حكيمي طلقوه قاسوه على اختار المغرب اختار بلاده، انا تبان لي من المستحيلات السبعه البارسا والاخرى يلعبوا مسلمين وخاصه بلدان عربيه، بالك افريقيا مسلم بالك، بصح انا تبان ليا خاطش نجو نعاودو نولو لي زاني 58 زيتوني الله يرحمه، احسن رقم خمسه في وقته ذاك العام في العالم كومبلي، احسن رقم خمسه كان يلعب مع ليكيب دو فرونس، كان راس كان باغي يروح يلعب كوب دي مود مع فرنسا، كان رايح كان عاطي مبدئيا يلعب مع الريال، كي جا الجزائر سمحوا فيه، دينا الاستقلال كانوا قادرين يزيدوا يعيطوا له، بصح لا جا الجزائر سي بون صايك باش يكون على بالكم. كاش ما نكذبوش على روحنا، تولي يروح للريال يعواج مع الكرسي، والله لا عواج مع ذاك الفوتيه، مشى انا نطيحوا به، بصح انا غير يقعد يلعب في نيلس ويمد ويلعب. وما تنساوش يا جماعه السنة عطال شعار راه لاعب من الماتش، شعار راه لاعب من الماتش. هالعام اللي فات
ها غادي يروح في كورونا، مي كانت كورونا محبسه هذو صحاب اليوتيوب محبستهم، صابوا ما يكذبوا عليكم داينكم وجايبينكم. ها بيروح الميلو، ها بيروح النابولي، ها بيروح جوفنتيس، ها بيروح ليفربول، ها اتليتيكو مدريد، ها بايرن ميونخ، ها باريس سان جيرمان، ها منا اما حتى نهضر لكم بنادم نمشي مضاري نكذب عليكم مضاري نجيب لكم الصح شي كاين 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 مكاش مكاش خاد بزاف. ها نزريت تعمل واحد ارسل لي لي ميساج هاك مضرور عطال راه رايح الرياض مشاك باغي عطال ها راهو راه عطال في في السكايب الاخر ارسلوا لي ترسل لي ربي انا يروح انا غادي نشده هاونا غادي نشده ها يروح الله ينجحه. ها فانيك فانيك ذا زيدان قال لك الريال هضرت على بن سبعيني، بن سبعيني راح محرز اخويا نقولوا محرز محرز راح العام اللي فات في المشتى بس مزيدا هضر بعد كرهت انا ما قلت لنا هذا الصوالح والله العظيم خاطر احنا مشتى هذا الصوالح باش تعال نكذبوا عليكم اخويا نكذب باش ندخل باش نروح نجيب الدراهم من الحيط. هذو ناس اللي يتبعوا هذا الصوالح وغي يهضروا عليكم باش يجيبوا الدراهم من الحيط وصاي ناس صابو كيما ناس يتبعوا صاي ناس قاعده تتفرج دخلينا في الشعبوية ودخلينا من دخلينا من فيتو يخلصوا صعيب. نجيب لكم شكاين جديد هذا مكان انا والله الفيديو اللي درته في طوع وهذا عبد السلام تاع بليده قال لي مشاك باغي تهضر والناس فانيك اللي ولاو راك بضرور ها راح للرياض راح رايح من الشوابي يقولوا لي راح انا ما فهمتش دروك مي تكتب لي تقول لي بلي راك مضرور عطار راح للرياض راح هاو ما جرف فانيك متصور بالتريكو تاع بايرن ميونخ ومتصور بالتريكو تاع في وقته في 87 متصور بالتريكو تاع بايرن ميونخ ومتصور بالتريكو تاع الانتر راح 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 حتى لا غير بشويه يا جماعه غير بشويه وحنا الله ينجحه الله ينجحه هذا مكان. تقول لي بن سبعين تقول لي بن ناصر راه متابع من الانديه صح راني معاك متابع بصح مازال ما راحش راه متابع ومازال مالديني قال له ما يخرجش مازال ما راحش انا قال بالرحمه تقول لي راه متابع بال راه متابع بصح مازال ما خرج واش تا دايرين دايرين بروجي الى ليكيب تاعهم طلعت يقعد بالرحمه يقعد في ليكيب تاعه ويلا راح حاجه وحده اخرى وحنايا بن سبعين عطالي لا راح قال الله ينجحه دروك تبقى حاير كاين اللي يكتب لك راك مضرور عطال راح راه سكت عطال سكتك سكت مين يروح وانا ما غاديش نسكت شكون حتى كان يلعب مينيم انا ميد حليت قناه تاع يوتيوب في 2008 كان يلعب مينيم عطال مصاروا بالقنوات تاعهم اليوتيوبر تاعهم اللي كانوا يعايروا الجزائر وما سكت لهم شي كنا نواجهوا فيهم وحدنا ما صعب ما نجيبش شوف كيفاش واحد ولا كاتب لي قال لي ربحت غير العيب عطار راح للريال يا ودي ما راحش يا ولدي خويا ترك هنا راك صغير ها ما راحش يا ولدي نهار اللي نروح ندير لكم يا لي الروعه عطار في الريال مدريد هاو نبي نقول كي مجامله صح مجامله راح مجامله راح بصح خمم في راسك اشرف حكيمي ريال مدريد لازم تعرف حاجه للريال بارسا كي تكون بلاد مسلمه عربيه واللعاب يختار ديك البلاد ما يلعبش اشرف حكيمي و هاني بو يا جماعه انا لو شيطان شويه ارتبوا حنا نهضروا بولا انا نهضروا بولا شنا زفان ما يدخل في بلاصتو كيفاش نلعب شنا عطال بانيك لعب نورمال زفان لعب نورمال بصح ما تجيش تقول لي بلي غادي يلعب في الريال والبا وين غادي يديروا هذاك كارباخار وين غادي يديروه هات ولي يروح غادي تعي غادي يتسق غادي يولي مطوندي مع الكرسي ها واحد شويه شويه يا جماعه يا ولدي بشويه ما تتقلق ما والو انا تعايرني تقول لي ربحت غير العيب ربحت عارف في الريال يا ودي راه اخر قال لكم في الريال باش يدخلوا دراهم في اليوتيوب قال لكم في الريال قول له هو يديها الريال
خطره اوزبان كانت هذيك الماتش ديالها تقول صح، خطره تكذب، خطره خداعي، خطره والاخرين قالوا لكم تاع اليوتيوب الاخرين قالوا لكم هذا ما كان بيطو يدخل مصيري في روحه. هذا بصح ما قالش نكذب عليك انا شتها بصح ما نهار هذا عبد السلام صاحبي قال لي انا كومونتي لك ارسلت له قلت له ليك صاحبك راح خاطر نبدا انا ويا مرا قلت له صاحبك هذا حبيبنا قلت له صاحبك راح للريال. انا درت ما نعرف انا نقول لكم كلمه انا كي نشوفه متصور مع البريزيدو ولا مع لونترينر راب التريكو فماك نهدر ونفرح بصح كيما هكا مازال تحيه الجزائر.